اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ظهريه. بهذه الجلسه وطبعا في البدايه بدي اتاكد من حضرتكم اذا الصوت والصوره طبعا واضحين ما قبل بدايه هذه الجلسه. هذه المحاضره رح تكون عن مبادئ روشيت اليوت، استراتيجيه تداول كثير ادفانسد كثير متقدمه، كثير من الاشخاص بيسالوا عنها وعندهم الحشريه التام انه يعرفوا شو يعني موجات اليوت. بعرف انه السوق اصبح بعض الشيء صعب للجميع وعم نجرب انه نلاقي بعض استراتيجيات التداول لنتمكن من طريقه تداول اذا بدكم مميزه او طريقه تداول خلينا نقول بعض الشيء ممكن تكون عندنا فيها امل اكثر من غير استراتيجيه التداول. المؤشرات الموجوده عندنا على منصه التداول بطل لها اذا بدكم اهميه مثل ايام زمان، طبعا التطورات باسواق المال وبسوق الفوركس وصعوبه السوق وهذا بسبب حجم التداول او حجم اذا بدكم عدد المتداولين اللي موجود باسواق المال. خليني بالبدايه بس اتاكد على انه الصوت والصوره واضحين قبل ما ابتدي الجلسه لو سمحتوا، اذا ممكن احد الموجودين يقولوا لنا اذا سامعين الصوت موضوع مزبوط والصوره طبعا واضحه امامكم. بالنسبه لنا استاذ هشام اهلا وسهلا فيك، اهلا وسهلا فيك استاذ جورج هشام جو سراج تامر، اهلا وسهلا بالجميع الموجودين بهذه الجلسه. بدي ابتدي اتكلم شوي صغيره عن موجات اليوت. رالف نيلسون اليوت هو الشخص اللي اخترع موجات اليوت، وهو طبعا كان هدف استراتيجي على انه عندي خلينا نقول بعض التحركات التابعة على موجات اليوت او للموجات اللي موجوده على طبعا الرسوم البيانيه. رح ندخل ونشوف الرسوم البيانيه انا وياكم، رح نطبق استراتيجيه موجات اليوت ورح فرجيكم كل شيء قادر انا فرجيكم اياه، مع انه طبعا هذه استراتيجيه متقدمه وليس من السهل انه انا لكم عبر طبعا ندوه اونلاين او يعني ندوه تعليم الويبينار، وانما راح اجرب انه قد ما في انقل المعلومات بشكل واضح. اورايت راح نبتدي لكن بهذه الجلسه. ما حدا كتب لي اذا الصوت والصوره واضحه؟ ما حدا منكم كتب لي اذا الصوت والصوره واضحه؟ ابلاي ات لايف استاذ جورج اكيد. اورايت اي ويل ابلاي ات لايف، اكيد راح نشوف على رسم البياني كيف ممكن نشوف ايضا تحليل موجات اليوت، ولكن خلينا نبتدي بالباوربوينتس في البدايه. انه بدي ابتدي اتكلم شوي صغير بالباوربوينت. اذا بدي اتكلم على موجات اليوت البيسك باترن او الموجه اذا بدكم الاساسيه والبيسك اللي بنتوقعها بموجات اليوت هي اذا بدكم بنتكلم فيها على خمس موجات ارتفاع او موجات اندفاعيه وتصحيحيه. اذا في حال بدنا ناخذ على سبيل المثال الاتجاه العام الصاعد، خلينا نتكلم على ابورد ترند اتجاه عام صاعد من نقطه الصفر، خلينا ناخذ على اساس هذه نقطه الصفر البيس وبننطلق منها الى هذه النقطه. خلينا نقول انه هذا الترند او اتجاه عام ابتدى من اول نقطه. موجات اليوت شو بتقول لي؟ بدل ما السوق يرتفع اتجاه عام واحد، السوق راح ياخذ مجراه بشكل موجات اندفاعيه اللي هي تتضمن خمس موجات ارتفاع.
وعلى طول الموجات الاندفاعية الامبالسيف ويف اللي هي تتضمن شكل 5 موجات، 1، 2، 3، 4، و5. هذه مجرد البداية، خلينا ننطلق خطوة خطوة لنوصل إلى الأمور المعقدة والكومبلكس ويف. الموجة رقم 1، 2، 3، 4، و5، هذه هي إذا بدكم الهيكلية اللي بفسر لي إياها اليوت ويفز، اللي بيقول لي إنه ارتفاع الموجة لازم تكون بشكل 5 موجات، ومن وراء ارتفاع انطلاقة من نقطة الصفر، هذه نقطة الصفر وهذه النقطة اللي هي نقطة رقم 5 هي النقطة الأخيرة اللي نحن بدنا نوصل لها اللي هي نقطة 100. من الصفر للمية عندي 5 موجات ارتفاع، نبتدي مثل ما عم بتشوفوا بهذه الصورة أمامكم 3 موجات تصحية أو 3 موجات مضادة لهذا الارتفاع المعين اللي هو يلقب ب3 موجات تصحية بـ ABC. تمام؟ هلأ هذه إذا بدكم السلايد أو الباوربوينت عم بتدل على أنه لازم يكون عندي الويفز 1 و3 و5 هن يتحركوا بالدايركشن أو بالاتجاه العام للاتجاه الصاعد أو الهابط. ال 1 وال 3 وال 5 شو يعني؟ يعني عم نتكلم على الموجة رقم 1 والموجة رقم 3 والموجة رقم 5، هن الثلاث موجات، هول الثلاث موجات اللي هن بيتحركوا مع الاتجاه العام. الموجة رقم 2 والموجة رقم 4 هن الموجات التصحية. خلينا نبتدي وننظف الصورة شوي صغيرة ما قبل إذا بدكم تكملة هذه المحاضرة. بدي رحب بالجميع، ما شاء الله عليكم اليوم، اهلا وسهلا فيكم. كل الاشخاص الموجودين معنا اللي بحبوا التحاليل التقنيه بيعرفوا انه موجات اليوت هي الاهم. رح نبتدي اذا بدكم خطوه خطوه، لكن هلا بدنا ننتقل على السلايد الثاني. شو بتقلي السلايد الثاني؟ بتقلي صحيح انك انت عم بتنبش على 5 موجات ارتفاع مثل ما عم تشوف بالصوره الاولى، وهذه الصوره الاولى وهذه الصورة الثانية، مثل ما عم تشوف الصورة الأولى أنه ارتفاع الموجة رقم 1، 2، 3، 4، و5. صحيح أنك أنت عم تبتدي تشوف 1، 2، 3 ارتفاع إذا في حال اتجاه عام صاعد، وعلى طول أنت عم بتنبش مثل ما عم بيقولوا هون الويفز 1 و3 و5 هن الامبلسيف ويفز، هن الموجات الاندفاعية. رقم 1 ارتفاع، 2 تصحيح، رقم 3 موجة اندفاعية جديدة ارتفاع، 4 تصحيح، والموجة الخامسة أيضا ارتفاع. وإنما هذه الموجات أيضا مثل ما عم نشوف بالصورة رقم 2 تتضمن إذا بتكون 5 موجات sub waves، مثل ما عم بقوله هون الامبالسيف ويفز. الامبالسيف ويفز يعني الموجة رقم 1 و3 و5، عم نتكلم لما أجي أتكلم على موجات اندفاعية عم بتكلم على الموجة رقم 1 و3 و5، لما أتكلم على الموجات التصحية عم بتكلم على الموجة رقم 2 و4. لما نجي نتكلم على الامبالسيف ويفز are subdivided into 5 waves، هذا يعني أنه الموجات رقم 1 و3 و5 أيضا يتضمن ضمنهم، يعني مثل ما عم نشوف بالصورة رقم 2، مثل ما عم نشوف بالصورة رقم 2 أنه حتى الموجة الأولى، هذه الموجة الأولى تتضمن 5 موجات، 1، 2، 3، 4، 5، ومن ثم الموجة رقم 2، الموجة رقم 3، هون رقم 3، هذه رقم 1، هون 2، الموجة رقم 3 أيضا تتضمن 5 موجات يا شباب، مثل ما عم بتشوفوا أمامكم، الموجة رقم 3، 1، 2، 3، 4، 5، هذه الثلاثة، هون رقم 2، هون رقم 1، هون رقم 4. الموجة الخامسة أيضا تتضمن 1، 2، 3، 4، 5. يعني الموجة رقم 1 و3 و5 يتضمن 5 موجات. 1، 2، 3، 4، 5 هذه الموجة الأولى، ومن ثم الموجة الثانية. 3 تتضمن 1، 2، 3، 4، 5 هذه الموجة الثالثة، ومن ثم الموجة الرابعة، ومن ثم الموجة الخامسة. 1، 2، 3، 4، 5 هذه الموجة الخامسة. وهون بنكون دخلنا شوي بتفاصيل موجات اليوت، على انه ابتدينا نتكلم على تفصيل الموجه الاندفاعيه اللي هي من المفترض انه تكون موجه امبلس بالاتجاه العام الصاعد هابط بنفس الوقت. تمام؟
اوكي، هلا قوانين موجات اليوت، قوانين موجات اليوت، رح نبتدي ندخل شوي صغيره بالقوانين. شو بقولوا؟ عم بتقلي اول نقطه، اول نقطه ويف 2، هذه اول نقطه. ويف 2 should not retrace wave 1، يعني الموجه الثانيه لا يحق لها الالتفاف تحت قاع الموجه الاولى. هذه الموجه الاولى تمام، وهذه الموجه الثانيه، رح نلقبهم واحد واثنين. الموجة الثانية، القاعة تبع الموجة الثانية مثل هذه الصورة، لا يحق لها اختراق القاع تبع الموجة الأولى، وهذا أول قانون لموجة اليوت. الموجة الرابعة لا يحق لها should not retrace wave 3 completely. شو يعني؟ يعني الموجة الرابعة، من وراء ما نرسم الموجة الثالثة الاندفاعية، هذه الموجة رقم ثلاثة، عم بقول لي قانون رقم، لانه الموجه الرابعه لا يحق لها تصحيح الموجه الثالثه كلها. شو يعني؟ يعني اذا في حال بدنا ننزل بموجه الرابعه التصحيحيه، ما بحق لنا ننزل فيها للقاع للموجه رقم اثنين، او يعني نرجع نصحح كل الموجه الثالثه، لا، وانما الموجه الرابعه لازم تصحح فقط. والموجه الرابعه، شوفوا شو عم بصير هون بهذه النقطه، بالنقطة رقم ثلاثة، الموجة الرابعة wave 4 should not go below the top of wave 1، يعني الموجة رقم أربعة لا يحق لها الالتفاف مع الموجة الأولى. يعني قاع الموجة الرابعة مع القمة تبع الموجة الأولى لا يحق لها الالتفاف مع بعضهم البعض، ومن ثم طبعا الارتفاع للموجة الخامسة. وبقولوا لي طبعا إنه الموجة رقم ثلاثة هي الأطول، مثل ما عم تشوفوا بالصورة، الموجة رقم ثلاثة هي الأسرع والاطول. طبعا الموجه رقم ثلاثه ولا مره كانت الاقصر، ولا مره. اوكي، خلينا نشوف. استاذ جورج، خلينا نمشي خطوه خطوه شوي صغيره. رح نتكلم هلا عن الاختراقات والامور كلها، ونتكلم على الرسوم البيانيه، نتكلم بالقوانين. يعني اذا بدي افتح هلا، خلينا افتح صفحه فاضيه. اوكي، نوت بادز، بدنا نوت بادز، نوت بادز، نيو نوت باد. اوكي عظيم، تكست دوكمنت اللي صرنا اخذينه لحديث الان. شو بتقول؟ بتقول انه القاع من نقطه صفر، رح نرجع نعيد من البدايه قبل ما نكفي السلايدز وننتقل على الرسوم البيانيه. من نقطه صفر، الموجه الاولى، الثانيه، الثالثه، الرابعه والخامسه، وايضا ثلاث موجات تصحيحيه مضاده. شو يعني؟ الموجه رقم واحد، اثنين، قلنا الموجه رقم ثلاثه لازم تكون الاطول والاسرع يا شباب، وهذا قانون من قوانين موجات اليوت. الرقم ثلاثه لازم تكون مثل ما عم تشوفوا هون، مثل ما رسمتها، الاقوى والاسرع والاطول. الموجه الرابعه والموجه الخامسه، ومن ثم ثلاث موجات تصحيحيه نحن بنلقبهم ب اي بي سي. لكن صرنا عارفين انه الموجة الاولى تتضمن ايضا خمس موجات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. الموجة الثالثة ايضا تتضمن خمس موجات، واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة. الموجة الخامسة ايضا خمس موجات، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة. لكن والثالثة والخامسة هن موجات اندفاعية يتضمنوا سب ديفيجن او موجات خمسة ضمن الموجة نفسها. قلنا انه الموجه رقم اثنين لا يحق لها اختراق قاع الموجه الاولى، وقلنا انه الموجه الرابعه لا يحق لها الالتفاف مع القمه للموجه الاولى. قمه الموجه الاولى لازم القاع للموجه الرابعه كحد اقصى فيه يوصل له ويرتفع، لا يحق للموجه الرابعه اوكي الامتداد والالتفاف مع القمه للموجه الاولى. اوكي، وهذا قانون من قوانين موجه اليوت. وطبعا الموجات اي بي سي صحيح. اتفقنا على هذا الموضوع، اتفقنا على هذا الموضوع تمام. لكن صرنا عارفين الخمس موجات. هلا بقى نتكلم على شيء اسمه اكستندد ويف. اكستندد ويف خاصه هي بتكون عاده بالمعادن والسلع، بالكوموديتيز كالذهب والنفط، وممكن ايضا بالمؤشرات كالمؤشرات الامريكيه طبعا، داو جونز والاس بي 500. هون عم بيقولوا لي شيء يلقب بالاكستنشن.
شو يعني اكستنشن؟ يعني موجه امتداديه. موجه امتداديه يعني عم بيقولوا لي الموجه رقم 3 اللي هي الموجه الاقوى، هون شفنا انه الموجه 3 ويف 3 اكستنشن، شفتوا هون شو كاتبين؟ ويف 3 اكستنشن. ويف 3 هي اكثر موجه ممكن تكون امتداديه. يعني ارتفعنا بالموجه الاولى، موجه رقم 2، هذه الموجه الاولى، موجه رقم 2. الموجه الثالثه تتضمن 5 موجات اللي هي 1 2 3 4 5، هذه الموجه رقم 3، ومن ثم الموجه الرابعه والموجه الخامسه. في شيء تغير؟ في شيء تغير من اول ما ابتدينا هذه المحاضره؟ لا، نحن قلنا في بدايه المحاضره على انه الموجه الاولى والثالثه والخامسه ممكن يكونوا امتداديين وممكن يتضمنوا 5 موجات ضمنهم، ما في شيء تغير بعد. ولكن هلا عم نتكلم على الاكستنشن وعلى الموجه الامتداديه، عم بيقولوا لي انه الموجه رقم 3 هي من اكثر الموجات اللي يحق لها الامتداد اللي يتضمن ضمنهم 5 موجات. فنحن شو بنعمل هون؟ بدل ما نلقبهم 1 2 3 ارقام، الموجه رقم 3 تتضمن 5 موجات بنلقبهم بالاحرف. الموجه الاولى اللي هي حرف اي، موجه رقم 2 دبل، الموجه رقم 3 تريبل اي، الموجه الرابعه اي في مثل الاحرف الرومانيه، لا الموجه الخامسه في. شو صار عندي يا شباب؟ صار عندي الموجه الاولى، الموجه الثانيه، ومن ثم ضمن الموجة الثالثة 5 موجات ارتفاع 1 2 3 4 5 اللي هي لقبناها اي دبل اي تريبل اي اي في وفي. 5 موجات صعود لانتهاء الموجة الثالثة، من ثم الموجة الرابعة التصحيحية، ومن ثم الموجة الخامسة. هون يا شباب بعدنا عم نتكلم، هون بعدنا عم نتكلم على استاذ احمد. طبعا هذه المحاضرة مسجلة، ويعني ليال عم الريفرنس طبعا هو رالف نيلسون اليوت، رالف نيلسون اليوت هو الريفرنس لموجات اليوت طبعا. اوكي، رالف نيلسون اليوت هو اللي اخترع موجات اليوت، وطبعا هذه مجرد اذا بدكم باوربوينت سلايدز موجوده تابعين لموجات اليوت. خلينا نتكلم، بعدنا عم نتكلم على الموجات الاندفاعيه. اوكي، ارجع انتقل على الرسوم البيانيه وادخل شوي صغيره بتفاصيلها واعطيكم تفاصيل على سبيل المثال على الباوند دولار، على سعر اونصه الذهب، شو توقعاتنا لسعر اونصه الذهب، على رسم بيان اليومي كيف عدينا الموجات التصحيحيه والاندفاعيه، وطبعا كيف ممكن انه نتوقع باستعمال موجه اليوت اذا بدكم السيناريوهات المفترضه. هلا شو عم بيقولوا لي هون بهذه الباوربوينت؟ عم بيقولوا لي انه الموجه الخامسه ممكن تكون شيء يلقب بترانكيتد. Truncated أو Truncation يعني الموجة الأولى، ارتفاع الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، الرابعة والخامسة. عم بيقولوا لي الموجة الخامسة بدل ما تكون عم بتسجل قمة جديدة مثل ما عم تشوفوا بهذه الحالة، هذه الموجة الخامسة بدل ما تكون عم بتسجل موجة إذا بدكم امتدادية أو خلينا نقول قمة جديدة، قمم اعلى من بعضها البعض وقمه جديده، عم بيقولوا لي الموجه الخامسه ممكن تكون ترانكيتد، يعني 1 2 3 4 و5. الموجه الخامسه ممكن تكون ضعيفه، ما فيها زخم، ما فيها قوه، ما فيها مومنتوم على انه تقدر ترتفع وتسجل قمه جديده، ممكن تكون شيء يلقب بترانكيتد وترجع تعمل اي بي سي، ثلاث موجات تصحيحيه. فبهذه الحالة بتكونوا مبين، والموجة رقم 1 2 3 4 والخامسة كانت ترانكيتد. فطبعا هذه مجرد إذا بدكم أفكار لموجات اليوت لازم ناخذها بعين الاعتبار. هلا بعدنا عم نتكلم على الموجات الاندفاعية. ما قبل الدخول بالموجات التصحيحية والكومبلكس ويف والزيجزاج والموجات التصحيحية اللي هي تتضمن أشكال وباترنز ضمن مثلثات وكومبلكس ويفز، خلينا ندخل على الرسوم البيانية لنجرب أن نطبق هذه التحاليل بضمن 5 موجات ارتفاع أو 5 موجات هبوط، ما عندي مشكلة. تمام، سعر أونصة الذهب يا شباب، سعر أونصة الذهب، هذا سعر أونصة الذهب.
اذا في حال بدي افكر بموجة صعود بسعر اونصة الذهب من اخر قاع تم تسجيله عندي ما قبل الارتفاع بشكل اندفاعي من مستوى 1260، هذا هو القاع، هذه البداية. من هذا القاع بدنا نبتدي نرتفع. الموجة الاولى هذه الموجة رقم واحد، الموجة الثانية المضادة، الموجة الثانية، الموجة الثالثة الطويلة الاندفاعية اللي هي ايضا تتضمن خمس موجات، ولكن هلا رح نجرب انه نحن نطبق وجود الخمس موجات على الرسم البياني ما قبل الدخول بتفاصيل. هذه الموجة رقم اثنين، ارتفاع الموجة رقم ثلاثة الاندفاعية الضخمة الطويلة الأطول الأقوى، الموجة الرابعة، ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة. تمام؟ في شيء ما يقال؟ نحن على سعر أونصة الذهب على الرسم البياني بعرف أنه معظم المستثمرين بيواجهوا بعض الصعوبات لتحديد الموجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة، ولكن هذا بسبب فقط الشموع اليابانية وتقلبات الشموع اليابانية بهذا الشكل. أوكي؟ ولكن أنا ما بيهمني، أنا ما بيهمني، شوف الرسم البياني للذهب، شوف الرسم البياني، الموجة الأولى تتضمن تذبذبات وتقلبات، الموجة الثانية أيضا تقلبات وانخفاضات، الموجة الثالثة أيضا شوف كيف دخلت بموجات تصحيحية وامتدادية وارتفاع، الموجة الرابعة موجة تصحيحية، ومن ثم الموجة الخامسة. يعني اللي عم جرب أوصل لك إياه إنه أنت بدك تجرب تبسط الأمور، ممكن إنك تعرض، خليني أقول خط، ممكن انك تعرض الخط الرسم البياني اللي هو تابع طبعا اللاين شارت بدل الشموع اليابانية، ولكن انا طبعا على طول بفضل الشموع اليابانية. تمام؟ هلا من وراء ارتفاع خمس موجات لسعر اونصة الذهب، شو بتتوقع يصير؟ نتوقع ارتفاع هون 1 2 3 4 و5، نتوقع ثلاث موجات تصحيحية اي بي سي اي. هلا نحن في صدد ارتفاع الموجة بي ما قبل الانخفاض بموجة سي. تمام؟ بعدني معكم، بعدني معكم، بعرف انه الامور رح نمشي فيها خطوه خطوه، ما تاكلوا هم، خلينا نمشي خطوه خطوه ونرجع نعيد السيناريو المفترض لموجات اليوت. رح نرجع ناخذ مثل اخر، هذا رسم بياني الذهب اللي اخذناه. اذا بدي اخذ المؤشر الالماني الجيرمن داكس، تمام، المؤشر الالماني الجيرمن داكس، خلينا نبتدي. هذا القاع حطينا رسم بياني، هذا هو القاع اللي هي نقطة الصفر، صح؟ هذه نقطة الصفر، وهذه القمة اللي هي نقطة المية. هلأ بعدين بقلكم أنا وين لازم تتداول، وين ممكن تتداول، وين ممكن تدخل نقطة دخولك، وين وقف الخسارة، ولكن خليك معي خطوة خطوة، عم فسر لك هيكلية موجات اليوت اللي هي شبه مستحيلة إنك تفسرها بويبينار، مستحيلة. على طول موجات اليوت، وانا عندي طبعا بعض الكورسات اللي بعلمهم للتلاميذ، وطبعا بكون لايف فيس تو فيس، من الاصعب انك تتعلم موجات اليوت اونلاين، ولكن عم جرب قد ما فيه، وان شاء الله تكونوا عم تستفيدوا. الموجة الاولى، ارتفاع الموجة الاولى وانخفاض الموجة الثانية، واضحة؟ شوفوا شو صار، ارتفاع الموجة الاولى من اول، من اخر قاع، من اول قاع عفوا، أو هذه الموجة الأولى، ثلاث موجات تصحيحية الموجة رقم اثنين. بدنا نبتدي نتكلم على الموجات التصحيحية، الموجات التصحيحية اللي هي الموجة رقم اثنين ما بتنزل باتجاه واحد يا شباب بهذا الشكل، لا، الموجات التصحيحية بتنزل بشكل ثلاث موجات A B C، يعني هذه الموجة رقم واحد A B C، هذه الموجة رقم اثنين. هلا الموجة الرابعة، الموجة عفوا الثالثة، الموجة الثالثة تتضمن خمس موجات، خلينا نعد أنا وياكم، واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، خلينا نلقبهم I دبل I، هذه ضمن الموجة رقم ثلاثة، لأنه الموجة رقم ثلاثة تتضمن خمس موجات بقلبها، اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، هذه الموجة رقم ثلاثة.
ومن ثم هبوط الموج الرابعة رقم أربعة، ومن ثم ارتفاع الموجة الخامسة اللي هي رقم خمسة. شو صار عندي هون؟ صار عندي الموجة الأولى اللي هي ارتفعت، الموجة اثنين، الموجة رقم ثلاثة اللي تتضمن خمس موجات ارتفاع اللي هن I double I triple I wave 4 IV و5. وهذه الموجة رقم ثلاثة، لأنه على طول الموجة رقم ثلاثة هي بتكون الامتدادية، تمام؟ وتتضمن خمس موجات، انتهينا منها هون، ومن ثم الموجة الرابعة والموجة الخامسة. من وراء خمس موجات ارتفاع شو بكون عندي يا شباب؟ ثلاث موجات تصحية اللي هي A B و C. ثلاث موجات تصحية A B و C، أصبح عندي 1 2 3 4 5 A B C. شو بيجي من وراها؟ بعدين بنتكلم، خلينا نمشي خطوة خطوة، ولكن أهم شيء عم جرب أنا أطبق موجات إليوت على الرسم البياني لتكونوا عارفين أنتو أوكي كيف ممكن تختاروا الموجات. طبعا هذا الشرح رح يتم تسجيله، أوكي؟ أستاذ جورج، بالنسبة للتايم فريمز أنا على طول بفضل استعمل رسم بياني يومي وأربع ساعات، على طول رسم بياني يومي وأربع ساعات، ولكن طبعا انت لما تدخل ضمن الموجات الصغيره شو يعني؟ يعني اذا انا جيت قلت لك استاذ جورج شوف هذا المثل، يعني اذا انا جيت قلت لك على رسم بياني اليومي عندي 1 2 3 4 و5، اذا قلت بتفاصيل الموجه الرابعه، هذه الموجه الاولى 2 3 4 و5، اذا جيت قلت لك بدك تفوت بتفاصيل الموجه الرابعه وهذا رسم بياني يومي ديلي، كيف ممكن تفوت بتفاصيل الموجة الرابعة؟ بتصغر الرسم البياني لأربع ساعات for HH4 أو ل H1، وطبعاً تدخل بتفاصيل الموجة الرابعة وبتشوف هيكلية الهبوط كيف كانت. فعلى طول التايم فريمز بده يكونوا خطوة خطوة، في البداية بتبتدي بالتايم فريم الأكبر وبتصير تصغر التايم فريم كرمال تقدر تشوف تفاصيله وكرمال تقدر تشوف إذا بدك هيكلية الهبوط. خلينا نكفي للاشخاص اللي ما تابعونا من الاول، طبعا يكفوا هذه المحاضره لياخذوا فكره، ولكن راح تكون مسجل ان شاء الله قسم الماركتينج في شركه تكمل راح ترفع هذه هذا الويبينار المسجل من المفترض نهار الاثنين ان شاء الله، طبعا نكون عم نوعدكم بغدا او بعد غد وممكن انه يطولوا علينا شوي، كحد اقصى نهار الاثنين الاسبوع القادم راح طبعا تكون موجوده على فيسبوك وعلى يوتيوب وبنعملها شير. لكن تكلمنا على الترانكليشن، بلشنا نتكلم على امور شوي صغيره هيك مغريه مثل ما بقولوا. شوفوا موجات اليوت شو حلو، شوفوا موجات اليوت شو بيعطينا تفاصيل. شو عم بقولوا لي؟ عم بقولوا لي شيء دياجونال هون، اندينج دياجونال، دياجونال مثل اسمه دياجونال يعني بهذا الشكل، يعني شبه مثلث ميل على ارتفاع، شبه مثلث ميل على صعود، شبه خطوط ميلي بهذا الشكل. شو السبب؟ وين ممكن تجي هذه الموجة؟ بالموجة الأخيرة، ولكن خلينا أعطيكم التفاصيل. Ending diagonal، نحن كنا عم نتكلم على طول على ارتفاع خمس موجات بهذا الشكل، واحد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وفتنا بتفاصيل الموجات، ما هيك؟ وفتنا بتفاصيل الموجة الأولى والثانية، وهون خمس موجات ارتفاع ضمن اللي هي 1 2 3 4 5 ضمن الموجة رقم 3، وفتنا الموجة الرابعة التصحية والموجة الخامسة، وقلنا أنه الموجة رقم 2 تتضمن ثلاث موجات تصحية A B C، والموجة الرابعة A B C يعني الهبوط على طول بيكون A B C، ومن ثم من وراء انتهاء خمس موجات Big A B C. هون عم بيقولوا لي موجة اليوت أنه ممكن تكون على الشكل التالي، الموجة الأولى، الموجة الثانية، الموجة الثالثة، الموجة الرابعة، والموجة الخامسة اللي تتضمن خمس موجات ارتفاع 1 2 3 4 5. شو يعني؟ يعني عم بيقولوا لي نحن كنا تكلمنا على انه بهذا المثل اللي على اليسار على انه الموجة رقم 3
تكون امتدادية واكستندد ويف، ويكون فيها الخمس موجات ضمنها، صح؟ كنا تكلمنا بشيء يلقب ويف 3 اكستنشن، انه الموجة رقم 3 في يكون لها موجة امتدادية ضمنها وتتضمن خمس موجات، 1 2 3 4 و5. هلا اللي عم نتكلم عليه انه هذه الموجة الأولى، وهذه الموجة الثانية، وهذه الموجة الثالثة، وهيدي الرابعة، وإنما الموجة الخامسة هي اللي تتضمن خمس موجات ارتفاع وبهذا الشكل، اللي هي تتضمن فيها I double I triple I I V. عم نعد الأحرف الرومانية وخمس موجات صعود لتسجيل الموجة الخامسة. يعني بدل ما نتكلم على خمس موجات مثل المثل على اليسار اللي هو المثل الأول، وهذا المثل الثاني هون. المثل الأول على اليسار بيقول إنه الموجة رقم 3 تتضمن خمس موجات، المثل على اليمين بيقول إنه الموجة الخامسة هي التي تتضمن خمس موجات ارتفاع من ضمنها، ولما تكون الموجة الخامسة هي امتدادية وتتضمن خمس موجات على طول بيجي شكلها بشكل ending diagonal، بشكل مثلث ميل على صعود، ونتوقع من وراها ثلاث موجات تصحيح اي بي سي، لان انتهينا خمس موجات 1 2 3 4 5 ويليها شو؟ ثلاث موجات تصحيح وسي. شباب، كل الاشخاص اللي معنا هلا بهذه المحاضره بعرف انه عم بيلاقوها صعبه بعض الشيء، في كثير اشخاص عم جربوا يخرجوا من هذه المحاضره، يعني احنا كنا تقريبا 20 شخص هلا 15. بعرف وبفهم مدى صعوبه موجات اليوت واستراتيجيات موجات اليوت، ولكن انت نهار اللي بتتمكن من هذه الاستراتيجيه كون اكيد انت رح تكون من الاشخاص اللي بتصير تحاضر وبتصير انت تشرح لغيرك وين انت باي سايكل باي نمط. هل يا ترى انت بنمط شراء؟ هل يا ترى انت بنمط موجه اندفاعيه او بنمط موجه تصحيحيه؟ هل يا ترى تنتظر اكثر للشراء او تنتظر ارتفاع للبيع؟ هل يا ترى انت بموجه الخامسة أو بالموجة ثلاثة؟ هون بدك تكون عارف. هلأ الموجة الامتدادية اللي عم بتكلم عليها على سبيل المثال على زوج اليورو دولار، من وراء انتهاء خمس موجات، من وراء انتهاء خمس موجات ارتفاع على رسم بين اليوم، خلينا نقول إذا بدنا نرجع شوي صغير بالتاريخ لورا، إذا بدنا نرجع شوي صغير بالتاريخ لورا بهذا الشكل، أو ما بدنا نضيعها، خلينا نرجع شوي بالتاريخ لورا لفرجيكم وحدة. أوكي، عظيم 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 عظيم. هون هذا هو المثل اللي الموجة الخامسة فيه امتدادية. شوفوا هون شو صار عندي، شفتوا هون شو صار عندي؟ هذه الموجة الخامسة، هذه الموجة الخامسة اللي هي تتضمن ending diagonal، اللي هي تتضمن جواتها I double I triple I I V و V، خمس موجات للموجة الخامسة. يعني هذه الموجة رقم 3، يعني هذه الموجة الرابعة، يعني هذه الموجة الأولى، يعني هذه الموجة رقم 2. من هون الخط الفاصل، انسوا الرسم البياني ورا. ليش اخذناه من نص الرسم البياني؟ ما بيأثر، لانه هذه ثلاث موجات تصحيح بالارتفاع، ما راح ادخل بتفاصيلها، ولكن هذه ثلاث موجات تصحيح اللي هي اي بي سي اي، وهذه بي، وهذه الموجه كلها سوا هي الموجه سي، اللي هي تتضمن جواتها خمس موجات، لان هون كان عنده هبوط ضخم جدا، 1 2 3 4 5 هبوط، 1 2 3 4 5 هبوط، وثلاث موجات تصحيح اي بي سي بالاتجاه الصاعد. ما تشغلوا بالكم، خلينا نمشي خطوه خطوه لتفهموها خطوه خطوه، اذا بدكم تستبقوا الامور ما راح تفهموا شيء. ما تسالوني ليش خدنا الرسم البياني من النص، ولكن انا عم جرب لكم، اسمعوا مني ووثقوا فيي انه نصور الرسم البياني من هون وركزوا معي هون. من هذا القاع ارتفعنا الموجة الأولى، الموجة رقم 2، الموجة رقم 3، الموجة الرابعة،
وخمس موجات ارتفاع ضمن الموجة الخامسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، هذا ارتفاع، ومن ثم ثلاث موجات تصحية أو تكملة اتجاه الهابط. ولكن لاحظت انه على طول لما يكون عندي مثلث ميل على ارتفاع، من كثير من الاشخاص او المضاربين بيرسموا خط مايل بهذا الشكل، بيقولوا والله عندي مثلث، نحن في انتظار الاختراق من فوق او من تحت. نعم، ولكن اذا انت عم تشتغل موجات اليوت بتعرف وين بدك تدخل بصفقات البيع، وبتعرف انه ممكن تدخل على القمة، انت ليس بحاجة الى الانتظار للاختراق، انت بتكون عارف انه الاختراق راح يكون بالاتجاه الهابط وليس الاتجاه الصاعد، لانه انتهيت من خمس موجات صعود. هذا موجات اليوت. راح نمشي خطوة خطوة يا شباب، راح نمشي خطوة خطوة، اكيد راح يكون علي، راح يكون عنا طبعا يعني محاضرة اخرى على موجات اليوت، وان شاء الله بقدر انا افسر لكم اياها خطوة خطوة، وبقدر طبعا انتقل يوم بعد يوم بهذه المحاضرة لنكون نفس الاشخاص عم بيرجعوا يحضروني ويتقدموا بموجات اليوت. ولكن يعني رح اجرب قد ما فيي انه بجلسة اليوم اشرح لكم هلا بعد الموجات التصحيحية، اوكي، الزيجزاجز اللي هي تلقب الزيجزاجز، الموجات التصحيحية، وبكون عم بنهي هذه الجلسة لموجات اليوت، وبنكون تكلمنا على الموجات الاندفاعية اللي هي 1 2 3 4 5 وكيفية هيكلية الموجة رقم 3 الامتدادية أو الموجة الخامسة الامتدادية، وطبعا عم نتكلم على الكوركتيف سايكلز أو الكوركتيف ويفز اللي هن الموجات التصحيحية وشكل الموجات التصحيحية. طيب خلينا نبتدي. بالنسبة للزيجزاجز أو الموجات التصحيحية، نحن أيضا كنا تكلمنا على الـ ABC. هلا خلينا نركز على الـ ABC. ارتفاع خمس موجات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، بغض النظر كيف، هلا بدنا نركز على الـ ABC. هذا هو تركيزنا، هلا تركيزنا من وراء ارتفاع أو موجة اندفاعية تلقب بالـ Impulsive Wave، واحد اثنين ثلاثة وأربعة وخمسة، تركيزنا هلأ رح يكون على الـ A و B و C. صحيح أنه نحن بنرسم الـ A B C بشكل ثلاث موجات، صحيح أنه نحن بنشتغل موجات تصحيحية بشكل ثلاث موجات، عم برجع عيد، اللي هي A B و C، وإنما الموجة A تتضمن أيضا خمس موجات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يعني بعرف انه الامور صارت معقده، بعرف انه كل موجه تتضمن خمس موجات، ولكن الموجات التصحيحيه تتضمن ثلاث موجات، يعني على طول ارتفاع خمس موجات، انخفاض ثلاث موجات، ارتفاع خمس موجات، انخفاض ثلاث موجات. بالتصحيحيه الهبوط ثلاث خمس موجات، والموجه بي ثلاث موجات، والسي واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه ايضا. يعني بالهبوط رح نعتبر الموجة A هي موجة اندفاعية تتضمن خمس موجات، الموجة B هي موجة مضادة ثلاث موجات، والموجة C خمس موجات. ورح أعطيكم مثل، رح أعطيكم مثل، وهذا هو الجيرمان داكس، المؤشر الألماني. المؤشر الألماني من وراء انتهائه، من وراء انتهائه لخمس موجات ارتفاع، واحد اثنين قلنا وثلاثة وأربعة وخمسة، قلنا في خمس موجات هبوط. هون عندي 1 2 و 3 4 و 5، خمس موجات هبوط، وهذه الموجة A، ثلاث موجات مضادة اللي هي A B و C، هذه الموجة B، وأيضاً هون خمس موجات هبوط اللي هي واحد اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، وهذه الموجة C. يعني نحن عم نتكلم على ثلاث موجات تصحيحية اللي هي A و B و C، ولكن أيضاً ضمن الموجة C اللي هي في بقلبها خمس موجات أيضاً تتضمن A B C. شو يعني؟ يعني الموجات التصحية هي صعوبة موجات اليوت، الموجات الاندفاعية انك تعد خمس موجات ارتفاع سهلة، ولكن انك تعد موجات تصحية هي الأصعب. ليش؟
لانه عم بدخل بكومبلكس ويف وموجات معقده بشكل 1 2 3 4 5. هذه الموجه A B C small A و small B و small C اللي هي تتضمن big wave B، ثلاث موجات صحية لتسميها B، ومن ثم الموجة C اللي هي تتضمن خمس موجات هي أيضا ثلاث موجات. الموجة C هي أيضا A B C A A B C B وأيضا 1 2 3 4 5 C. 1 2 3 4 5. طولوا بالكم يا شباب، ما تطلعوا من المحاضرة، طولوا بالكم. الثلاث موجات الصحية الـ A خطوة خطوة. الـ A تتضمن خمس موجات هبوط. 1 2 3 4 5 بتسجل الـ A. ومن ثم الموجة B المضادة تتضمن ثلاث موجات اللي هي A B و C. ترتفع بتعد 1 2 3 A، ترجع تنخفض بال B، ترجع ترتفع بال C. يعني الموجة A 1 2 3 4 5 هذه A، منعد 1 2 3، منحط small A، نرجع منخفض ب small B، نرجع منعد لفوق C، وهذه هي الموجة المعقدة B. هذه الموجات التصحية اللي بيخسروا فيها المضاربين فلوسهم بسوق الفوركس، لأنه ما بيكونوا عارفين شو عم بيصير بالسوق، ارتفاع لا انخفاض، لا ارتفاع لا انخفاض. ولكن أنت إذا عارف إنه ثلاث موجات A ومن ثم B ومن ثم C لتسجل لك الموجة B، ساعتها بتنتظر ارتفاع السوق للموجة B، ومن ثم بتنزل بثلاث موجات تصحية لويف أول موجة من الموجة C، ومن ثم بترتفع بشكل مضاد للموجة B، وهذا هو تعقيد سوق الفوركس، وهذا هو تعقيد موجة إليوت اللي ما ممكن أنك تفهمها بجلسة واحدة، ومن ثم تنخفض 1 2 3 4 5 للانتهاء من بيج C. هذه الموجات المعقدة اللي هو ما حدا ممكن يفهمها بموجة إليوت من أول جلسة، رح نشتغل خطوة خطوة عليها، ورح ارجع عد لكم اياها هلا على بياض، مثل ما بيقولوا على بياض رح ارجع عيدها لكل الاشخاص اللي فهموها. انا كثير بتمنى ان تفهموها وتشتغلوا عليها خطوه خطوه. لكل الاشخاص اللي ما فهموها بتمنى منهم يعملوا سيرتش عليها لهذه الاستراتيجيه، ويرجعوا يتكلموا او يرجعوا يسالوني اي سؤال حابين يسالوه ايضا على فيسبوك على حسابي الشخصي. ارتفعنا 1 2 3 4 5. الموجات التصحية عندي أول بيج A، كيف تنزل يا شباب؟ خمس موجات 1 2 3 4 5، وهذه الموجة A. هلأ عم نتكلم عن الموجات التصحية 1 2 3 4 5، ومن ثم 1 2 3 هذه small A، 1 2 3 small b. وهون لما نتكلم على 76.4% في بوناتشي و 80% في بوناتشي، ونرجع نفكر بالشراء ب 1 2 3 4 5 لويف سي، وهون بنكون انتهينا من الموجه بي الضخمه. يعني بدل ما اتكلم انا على ثلاث موجات الصحيه A B C، ابتدينا ندخل بتفاصيلها. وهلا الموجة C تتضمن ويف A ويف B وخمس موجات ويف C. هذه ويف A ويف B وواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ويف C. هذا الفرض، هذا الهومورك، إذا بتحفظه، إذا بتحفظه أنت كمحلل وبتعرف هذه الهيكلية للموجات التصحية اللي هلأ رسمتها أمامك، أنا أنت بتكون صرت أستاذ بسوق الفوركس. أنت بتكون صرت أستاذ لأنه أول ما تشوف الهيكلية وتعد خمس موجات ارتفاع وتبتدي تعد خمس موجات هبوط وتعرف أنت وين بأي نقطة، هل يا ترى أنت وين، أنت بأي نقطة، أنت كمحلل أنت بالرسم البياني هون
انت هون على القمة، هل يا ترى انت على الموجة الخامسة، انت بقاع الموجة اي، انت انتهيت الموجة سي سمول اي؟ اذا انت عرفت تحدد انت وين بالرسم البياني، يعني انت صرت استاذ، يعني انت صرت عارف الخطوة القادمة للرسم البياني. مش عم اقول لك انه انا ما بغلط، ولو حتى بعرف موجات اليوت انا بغلط، وانا ممكن اخطأ بالموجة اللي انا فيها، ممكن اخطأ بالعد الموجي اللي ممكن انا اكون عاده، ممكن بدل ما عد 3 موجات تصحيحية يكونوا هولي موجات اندفاعية بالاتجاه الهابط، بدل ما يكونوا هون اي بي سي 3 موجات تصحيحية، ممكن يكونوا 1 2 3 4 و5. ممكن، كل شيء ممكن. استراتيجية موجات اليوت مثل كأنه عم بقول لك، هذا مجرد مثل يا شباب، مجرد مثل، ومجرد طبعا خلينا نقول يعني هيك مثل مزحه، مثل ما بقولوا، عم بتطلع على السماء، عم بتطلع على السماء، والله عم بقول انا شايف ارنب. صديقي بيقول لي لا انا مش شايف ارنب، والله انا شايف شيء ثاني، انا شايف غيوم. موجات اليوت نفس الطريقه، موجات اليوت نفس الطريقه. ممكن اقول لك والله انا شايف 5 موجات، اللي لا انا شايف 3 موجات. ممكن اقول لك انا شايف اي بي سي، تقول لي لا انا شايف 1 2 3. فهذا هو الخبره، الخبره بتلعب دور. الموجه الخامسه القطريه استاذ مهدي، الموجه الخامسه القطريه هي لما نرتفع ب5 موجات، واحد واثنين وثلاثه واربعه، والموجه الخامسه ما بيكون عندها قوه والزخم الارتفاع لتسجل قمه فوق الموجه رقم 3. هون الموجه رقم 1 2 3 و4، والموجة الخامسة بتكون تلقب ترانكيتد أو قصيرة. بتكون الموجة الخامسة، هو من المفترض أن الموجة الخامسة ترتفع فوق قمة الموجة رقم 3، هذا يعني موجة خماسية قطرية. تمام، أنا دخلت شوي صغيرة طبعا أستاذ مهدي. موجات اليوت ما بحق لك تتداول فيها من دون فيبوناتشي، لازم تتداول فيها مع فيبوناتشي، وتعرف انه عند انتهاء 5 موجات ارتفاع، وموجة رقم 1 2 3 4 و5، ال3 موجات التصحيحية بيرجعوا وبيرتدوا الى مستوى ال 61.8%، ولكن حسب السايكل اللي انت فيه. هل يا ترى هذا السايكل الاول هون رقم 2 وانت مرتفع بالموجة رقم 3؟ شفت شو صار عندي؟ عديت موجة رقم 1 2 3 4 5 و A B C، رجعت لقبتهم ب big 1 big 2، ولكن حسب على اي تايم فريم انت، حسب على اي رسم بياني. هل يا ترى انت على رسم بياني اليومي او 4 ساعات او ساعه او 30 دقيقه؟ تتعرف السايكل، يعني اذا انت على الجيرمان داكس عم بتعد 1 2 3 4 5 1 2 وانت في انتظار الموجه الثالثه، يعني ممكن جيرمان داكس يوصل الى مستوى ال 20000 دولار اللي هي مستحيله. ساعتها انت بتعدها بطريقه مختلفه، بتعد انه 1 2 3 4 5 قد انتهيت بالقمه وابتديت هون بموجه مضاده باتجاه عام هابط. ما فيك تشرح، ما في اشرح لكم كل الامور بنفس الجلسه، لانه ممكن تضيع بشكل يعني 100% بتضيع. خليها هذه الجلسه تكون، انا بالنسبه لي انتهيت هون، تكلمنا شوي صغيره بفكره عامه عن الموجات، عن الموجات التصحيحيه، وطبعا نرجع نتكلم شوي صغيره على استراتيجيات اذا بدكم، او تطوير استراتيجيات لموجات اليوت. استاذ رفيق، افضل شيء انك تستعمل 4 ساعات ويومي لتشوف الموجات على المدى، على الصوره الاكبر، ومن ثم طبعا ترجع بتصغر تايم فريمز وبتشوف تايم فريمز اصغر كرمال تقدر تشوف تفاصيل الموجه، يعني ضمن الموجه كيف تتضمن 3 موجات وخمس موجات، 3 موجات للتصحية وال5 موجات للاندفاعية. تمام، بتمنى منكم، بتمنى تكونوا استفدتوا، وبتمنى يعني هلا شوفوا على سعر برميل النفط الهبوط، الموجة الأولى رقم 2، 3 الاندفاعية، الموجة الرابعة A B C A B و C. شفتوا شو صار؟ 1 2 3 A small A B C، هذا يدل يعني A A B C أو 1 2 3 يعني A، ومن ثم هبوط B ومن ثم C، انتهت الموجة الرابعة وهذه الموجة التصحيحية.
وهذا هو السيناريو اللي كنت تكلمت عليه ضمن الموجة التصحيح، وهلأ عند الموجة الخامسة لسعر برميل النفط. شو رأيكم بهذا الموضوع؟ يعني أنا اللي بدي أجرب أوصلكم إياه إنه شفتوا هلأ الموجة التصحيح للنفط، هذا هو الموجة المعقدة التصحيحية اللي كنت عم بتكلم عليها. واحد اثنين ثلاثة هينة، واحد اثنين ثلاثة، انك شفت انخفاض ومن ثم ارتفاع ومن ثم هبوط. الموجة رقم ثلاثة الاندفاعية والاسرع سهلة. الموجة الرابعة وين ممكن تنتهي؟ بدك تعد واحد اثنين ثلاثة اي صعبة، ومن ثم واحد اثنين ثلاثة بي، تعرف انه بعد عندي صعود السي، ومن ثم واحد اثنين ثلاثة واربعة وخمسة سي. ساعتها عرفت انت انه خلصت الـ ABC، يعني هذه الموجة التصحيحية قد انتهت وتلقب بالموجة الرابعة، وبتبتدي بتعزيز صفقات البيع مثل ما عم تشوف هلأ برميل النفط عم بينزل، وهذا في انتظار الموجة الخامسة. ممكن تكون قطرية، عن هيك انت بتاخد تيك بروفيت وتحديد الربح ما قبل اذا بدك اختراق الموجة رقم ثلاثة على هذه المستويات، بتكون استفدت منهم. ومن وراء انتهاء الموجة الخامسة تنتظر ثلاث موجات تصحيحية ABC، لانه انتهيت من خمس موجات هبوط، واحد اثنين ثلاثة اربعة وخمسة، بيبقى عندك ثلاث موجات تصحيحية A وB وC بالاتجاه الصاعد. وهذه خمس موجات ضمن خمس موجات هبوط ضمن ثلاث موجات تصحيحية ضمن رسم بياني أكبر ABC على رسم بياني اليومي ABC ABC ضمن رسم بياني أسبوعي اللي هي 1 2 3 4 5. شفتوا كيف كل ما نكبر بالتايم فريم 1 2 3 4 و5 ABC 1 2 3 4 5 ABC. شو يعني ABC؟ 1 2 3 AB 1 2 3 4 5 C. بنكون انتهينا من الموجات التصحيحية، يعني عم نجرب انه نحدد هلا سيناريو مفترض على سعر برميل النفط. يعني انت الموجات التصحيحية بدك تنخفض فيها بشكل 1 2 3 4 5 اندفاعية، 1 2 3 AB 1 2 3 4 5 سي، انتهت الموجة التصحيحية، ومن ثم عن جديد 1 2 3 4 5 هبوط. لأن على المدى الوسط والطويل شايفين النفط ارتفاع. اوكي، على جميع الأحوال، على جميع الأحوال نقاط الدخول والخروج. اوكي استاذ جورج، الموجة رقم 3 تتضمن اكبر عدد شموع، اوكي، والموجة الرابعة على طول. هلأ نحن في عنا قانون نسيت لكم إياه كمان، قانون بيقول إنه الموجة رقم واحد بتكون بهذا الشكل، الموجة الأولى إذا كانت الموجة رقم اثنين بسيطة مبسطة بسيطة، الموجة رقم ثلاثة الرابعة بتكون كومبلكس معقدة، ومن ثم الموجة الخامسة. بينما إذا كان عندي ارتفاع الموجة الأولى، الموجة اثنين معقدة، الموجة رقم اثنين بيرجع بيلحقنا الموجة رقم ثلاثة وأربعة بسيطة والخمسة. يعني الموجة رقم اثنين وأربعة، اثنين وأربعة، الموجة رقم اثنين والموجة الرابعة هن عكس بعض. إذا كانت بسيطة ومبسطة الموجة رقم اثنين بتكون الرابعة كومبلكس ومعقدة، والعكس صحيح، إذا الموجة رقم اثنين كانت معقدة الموجة الرابعة بتكون سيمبل وبسيطة جدا. وهذا كمان أيضا قانون من قوانين موجات اليوت. بالنسبة ل طبعا مسجلة أستاذ أحمد، مسجلة الموجة رقم اثنين أستاذ أحمد لازم تكون أوكي أوكي، رح أعطيكم شوية فيبوناتشي، رح أعطيكم شوية فيبوناتشي. الموجة رقم واحد اثنين ثلاثة أربعة وخمسة، الموجة رقم واحد، الموجة رقم اثنين يحق لها الانخفاض 61.8% و76.4% كحد أقصى من الموجة رقم واحد، هذه الموجة رقم اثنين. الموجة رقم ثلاثة الاندفاعية، الموجة الرابعة
يحق لها الانخفاض والتصحيح من الموجة الثالثة بحدود 50% كحد أقصى. هذه قوانين موجات إليوت عمرها أكثر من 20 سنة، يعني الموجة رقم 2 يحق لها الهبوط وتصحيح 61.8% أو 76.4% من الموجة الأولى، والموجة الرابعة يحق لها التصحيح من الموجة الثالثة 50%. هذه من 20 سنة لورا، ولكن للأسف هلأ الموجات أصبحوا عم يتغير، والأنماط عم تتغير، والنفسية والهيكلية عم تتغير، وأصبحوا الموجات معقدين وكومبلكس وامتدادية على طول. فمنلاحظ أنه هلأ أنه الموجة رقم 2 بتمتد أكثر من 76.4% أوقات بتوصل ل 80%، والموجة الرابعة من المفترض أنه يحق لها الموجة الرابعة هذه 1 2 3 4 و5، تمام؟ أوقات الموجة الرابعة هون 3 1 2 الموجة الرابعة أوقات بتمتد توصل إلى القمة للموجة الأولى، قمة الموجة الأولى يحق لها، ولكن لا يحق لها الالتفاف. فأصبحت الموجة الرابعة عم تخترق مستوى 50% وعم توصل لقمة الموجة الأولى من وراء 5 موجات ارتفاع A B و C، 3 موجات تصحية. وهذه موجات إليوت. أنا بتشكر وجودكم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من هذه الجلسة. كان معكم المحلل والمدرب المعتمد جوزيف ذهبي من شركة تكمن. مباشرة إلى اللقاء. Thank you.